الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. العناوين: الرئيس السيسي يدعو وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر لعقد ندوة أو مؤتمر للنقاش في الشأن العام خلال احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف. شكري يعلن التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020 عقب لقاء وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن. بعد استئناف العمل به لساعات، المحتجون العراقيون يغلقون ميناء أم قصر، والسلطات تعلن اعتقال قاطعي الطرق وإحالتهم للقضاء. أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر إلى عقد ندوة للنقاش في الشأن العام، مؤكدا أن أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن. ودعا الرئيس السيسي الإعلام إلى أن يغطي هذا الحدث بشكل جيد حتى تصل النقاشات إلى المواطنين بكل وضوح، مؤكدا على أهمية هذا الأمر في ظل الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة العربية. اسمح لي أقول لك أن الفقرة الأولانية من الخطبة محتاجة أن هي نشتغل عليها، شوفوا تعملوا ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكتر عشان تبقى النقاش حوالين المفاهيم اللي انت طرحتها أو اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير، بس انت قلتها بشكل الحقيقة محتاج مننا كلنا. أنا مش بتكلم على أهل الدين بس، أنا بتكلم حتى على السياسيين والاقتصاديين والناس أهل الثقافة، كل المعنيين في المجتمع، نقعد لمدة أسبوع أو أكتر حسب الأمر ما يتطلب ونبتدي نتناقش في الموضوع اللي هو الشأن العام، ويبقى من منظور ديني ممكن، ويبقى من منظور ثقافي ممكن، ومن منظور فكري ممكن، منظور اجتماعي ممكن، منظور سياسي ممكن، زي ما أنتوا عايزين. بس خلونا نحن نشوف ده، وأرجو أن الإعلام يغطي بعد إعداد جيد لهذا الموضوع من الأوقاف ومن مشيخة الأزهر طبعا فضيلة الإمام، عشان الناس تسمعنا وإحنا بنتكلم على إيه، يعني إيه شأن عام، لأن ده أمر مهم قوي وخطير جدا في ظل الظروف اللي بتمر بمنطقتنا وبمصر. وبالتالي إحنا محتاجين نتكلم مع نفسنا، مع نفسنا مع شعبنا، على إن النهاردة المواضيع بيتم تناولها بشكل خلينا نفرد لها وندي فرصة للكل يتكلم والكل يسمع. كما أكد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق مطالب الشعب في الأمان والسلام والتنمية والازدهار بربوع البلاد. وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة لا تلتفت لمحاولات التعطيل التي تقوم بها قوى الشر للتدمير والتخريب، بل تواجه الهدم بالبناء وكذلك الفتن بالوحدة والتماسك. وبينما لا يشغلنا شيء عن تحقيق تطلعات شعب مصر العظيم في الأمان والسلام والتنمية والازدهار، لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله سبحانه وتعالى بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. والحق أقول لكم أنني أثق تمام الثقة في نصر الله القريب لمصر وشعبها، وفي تحقيق آمالنا جميعا في بناء وطن حديث متقدم ينعم فيه شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة. إن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها لن تثني هذا الشعب ذا الإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل. سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك.
وقد أكد الرئيس السيسي في كلمته أن تطوير الخطاب الديني لا يعني تغيير في ثوابت الدين، وإنما يعني تجديد الخطاب ليتلائم مع متغيرات العصر الحديث وما يطرأ من تحديات. كما شدد الرئيس السيسي على خطورة مواقع التواصل الاجتماعي كونها منصة لنشر الأكاذيب والشائعات، مشيرا إلى ضرورة بناء الوعي الكامل لدى المواطنين بحيث لا ينساقوا وراء كل ما يقال. إن لما بنقول بنطور فكرنا، بنطور فهمنا أو فهمنا لديننا، مش هنغير زي ما كلنا عارفين ومتأكدين من كده الثوابت أبدا، لكن أكيد في كلام كتير بيتغير. يا ترى يعني الدين بيقول إيه في الكذب اللي إحنا بنشوفه؟ لما وانا كلمت في النقطه دي قبل كده قلت يا ترى في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا من غير ما نحس بننقل عن بعضنا دون ادراك ان احنا هناخد، اذا كنا يعني عارفين ان في يوم من الايام هنقابل ربنا وهنتحاسب على كل اجراء عملناه، احنا كل يوم بنكذب. انا بتكلم على مواقع التواصل وعلى حاجه، انا مش بتكلم على الارهاب خالص. الارهاب انتوا شفتوا فيلم، أنا عايز أقول لكم ما غطاش الحقيقة، حقيقة الإرهاب والتدمير والخراب اللي في دول كتير جدا وضحايا كتير جدا وأكثرها دول المسلمين بالمناسبة. والخراب ده مش هينتهي أبدا إلا إذا كنا إحنا نبقى عندنا القناعة الأول. إحنا مين؟ إحنا كلنا. إحنا إذا كنا بنتكلم على أهل دين، إذا كنا بنتكلم على أهل سياسة، إذا كنا بنتكلم على أهل إعلام، أي حد، أي أسر في البيت، كل إنسان عنده أولاد وعنده أسرة صغيرة كانت ولا كبيرة، إزاي هيغرس فيهم المناعة ضد الفكر ده؟ أشار الرئيس السيسي إلى أنه عندما طلب التفويض لمحاربة الإرهاب كان يعلم أن الحرب ضد الإخوان ستكون طويلة وصعبة. وشدد السيد الرئيس أن لديه إرادة من حديد لا تلين في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن ذلك من أجل الدين، حيث أثرت ممارسات الإخوان أثرت سلبا على عقيدة بعض الناس الذين ظنوا أن لا علاقة رأوا أنها لا علاقة لها بالدين. 24/7/2013 الكلمة اللي هي بتاعت الإرهاب وعايز تفويض، أنا عايز أقول لكم في الوقت ده كله كتير من اللي كانوا موجودين معانا في الفترة ديت يعني كانوا مستعجلين الدعوة. تفويض إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ إرهاب إيه اللي أنت حتى بتكلمنا عليه إنك إحنا هنقابله في مصر وإنك أنت عايز مننا تفويض عشان تتعامل معاه بعد كده؟ أصل هو المنهج عندهم كده، المنهج عندهم يا يحكموا يا يقتلوا، فاحنا رايحين للحرب. فما كنتش أقدر أروح بالحرب دي، لأن أنتوا لما عملتوا 30/6 ما كنتوش تعرفوا يمكن إن النتائج هتكون كده، إن هما هيفضلوا ورا منكم ويفضلوا يقتلوكم بالكلمة، ممكن بالكذبة، ممكن بالافتراء، ممكن غير طبعا السلاح والتخريب والتدمير اللي بيه. هم النفوس مريضة، النفوس مريضة والقلوب حتى قلوبهم مريضة. لا يمكن تكون قلوب سوية وسليمة تؤمن بالله تعمل في الناس كده، مش ممكن. وعشان كده انا بقول لكم كلكم، مش للازهر والله ولا للاواف، انا بقول لكل اللي بيسمعني، طب انا عندي اراده لا تلين في مجابجتهم؟ طبعا من حديد، من حديد والله، يعني طبعا من حديد. لان بالمناسبه وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، أنا بواجه في إطار مواجهة لأجل خاطر الدين، لأجل خاطر الدين، الدين كل الدين.
لأن اللي بيحصل ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على فكرة الأديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الناس اتشككت إيه القيم وإيه الأديان اللي تطلع تقتل وتدمر في الناس بالطريقة ديت، مش ممكن. وخلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أن الأزهر الشريف يدافع دوما عن ثقافة الأمة ووحدتها وعن الوطن وتاريخه. وشدد الإمام الأكبر أن الأزهر يعكف الآن على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني والوقوف على جانب مؤسسات الدولة في مواجهة تيارات التطرف والإرهاب. إن الأزهر الشريف خلال مسيرته التي تزيد على 1000 عام يقوم على حراسة هذين الأصلين اللذين تركهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعاً عن ثقافة الأمة ووحدتها ودفاعاً عن الوطن وتاريخه، وهو الآن عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي الثقافي والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن يكون حماية للأديان. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني على الأفكار الجامدة والمتطرفة وعلى المتاجرة بالدين لجماعات التطرف والإرهاب. ونوه جمعة في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف إلى خطة وزارة الأوقاف الدعوية التي تعمل على بناء نسق معرفي مستنير يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين. فأؤكد أننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني، ليس على الدين ولن تكون أبدا، إنما هي ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة. وقدم وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأمة. أوضح كذلك وزير الأوقاف أنه تم إقرار زيادة في بدل صعود المنبر للأئمة تقدر ب600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، على أن يتم تطبيق ذلك من أول ديسمبر القادم. ويصلني سيادة الرئيس أن أتقدم باسمي وباسم جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بكل الشكر والتقدير لسيادتكم على اهتمامكم بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأئمة. فبناء على ما وجهتم به في آخر لقاء شرفت بلقاء سيادتكم فيه، وبناء على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بزيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة. لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه.
وخلال الاحتفالية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من الشخصيات من مصر ومن الخارج وممن أثروا الفكر الإسلامي في مجال العمل الدعوي. ولأول مرة وتأكيدا على الاهتمام بدور المرأة، كرم السيد الرئيس إحدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف. يأتي هذا في إطار توسيع العمل التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن العمل المشترك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف. شيخ إبراهيم، ما هي برأيك الدروس المستفادة من ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شيخ إبراهيم هل تسمعني؟ طيب، معنا عبر الهاتف الشيخ عبد العزيز النجار العالم الجليل، أهلا بحضرتك. أهلا فضيلة الشيخ، برأيك ما هي الدروس المستفادة في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام، أولا نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك بخير والسادة المشاهدين والعالم كله بخير وصحة وسعادة وفي تعايش وفي محبة، ولا نرى يعني قتلا ولا تخريبا ولا تدميرا إن شاء الله بإذن الله تعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات الجهل وعبادة الأحجار والأذكار إلى عبادة الله عز وجل الواحد القهار. فكانت الألوهية والوحدانية هي كانت من أهم الأسباب لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن نفسه يقول إنما أنا رحمة مهداة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن الدروس المستفادة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العالم الذي كان يعيش في ظلمات الجاهلية وفي ظلمات الجهل إلى نور العلم، إلى نور الوحدانية، إلى نور التعايش. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في التعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين، في وخاصة في يوم الهجرة، يوم أن ذهب إلى المدينة وقام بعقد وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة قام بالمؤاخاة بين جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار، وهذا هو ما دعا إليه اليوم فخامة الرئيس في نهاية الاحتفالية عندما دعا إلى الأخوة وإلى التعايش، وعندما تساءل ماذا قدمنا للأخوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في مبدئه، عندما قال له ربه سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الإسلام جاء لكي يدعو إلى التعارف، يدعو إلى الوحدة، لم يأتي لكي يدعو إلى التنافر، لم يدعو إلى القتل، لم يدعو إلى التخريب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يعالج قضية الأخلاق عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال عنه ربنا سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقضية مهمة وهي التي يفتقر إليها العالم كله، لأن الأمم لا يمكن أن ترقى وتتقدم وتسمو وتسود إلا بالأخلاق. أمة بلا أخلاق هي أمة ساقطة، هي أمة هاوية، هي أمة لا يكتب لها البقاء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يرتقي
بالبشرية كلها بقضية الأخلاق. أشكرك فضيلة الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب الدكتور علي عبد العال وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعثوا برقيات تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما هنأ رئيس الوزراء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والتي صرح فيها وزير الخارجية سامح شكري في أعقاب الاجتماعات التي عقدت هناك حول سد النهضة الإثيوبي برعاية أمريكية وبمشاركة رئيس البنك الدولي، صرح بأن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا واضحا ومحددا. أضاف شكري أنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاثة على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 من يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات. أكد وزير الخارجية خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت بأن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة إلى مصر. في سياق متصل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بأنه كان جيدا، وقال ترامب إن مشاورات الوزراء الثلاثة لبحث آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي سوف تتواصل خلال الساعات القادمة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون العام. دكتور أيمن، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الاجتماعات في كسر جمود توقف لفترات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية؟ مؤكد حين يكون هناك مسهلين فاعلين مثل الخزانة الأمريكية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتابع للأمم المتحدة، وهو الوكالة المتخصصة في مسائل وقضايا تمويل المشروعات المائية على الأنهار الدولية، فضلا عن ما لديه من خبراء وكوادر ودراسات وأبحاث حول تداعيات وآثار هذه السدود أو المشاريع المختلفة. من المؤكد وبعد أن حددت أمس وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي والإدارة الأمريكية جدول وتوقيتات محددة ولقاءات أخرى أيضا بين الأطراف الثلاثة مصر السودان إثيوبيا في واشنطن، وبعد عرض هذه الدول الثلاثة الأطراف في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة 2015، عرضها على كل من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، من اليقين والجزم أن الأمور ستكون مختلفة تماما. ويعني تصريح معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري بأن الأجواء كانت إيجابية، وهو ذات التصريح الذي أدلى به على تغريدته الخاصة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب. من المؤكد أن الأمور ستكون مختلفة تماما عما قبل استضافة وتسهيل الإدارة الأمريكية لمباحثات أمس. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون العام. أقام المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد نقاط تفتيش للحيلولة دون دخول مندسين وسط المحتجين. من جانبها أدانت فرنسا عمل العنف في العراق داعية السلطات العراقية إلى فتح حوار سلمي وديمقراطي، بالتزامن مع إفادات للأمم المتحدة باستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
يوم جديد من العصيان المدني في أنحاء العراق، خصوصا في بغداد، بعدما عودت القوات الأمنية لاستخدام الرصاص الحي لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في اليوم الرابع عشر من الموجة الثانية من الاحتجاجات. ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم مجددا لضرب المظاهرات على غرار الموجة الأولى التي كانت شرارتها في الأول من أكتوبر وشهدت عنفا غير مسبوق. ويؤكد المتظاهرون أن عمليات قطع الجسور هي في إطار العصيان المدني المعلن ولحماية كل الطرقات التي تؤدي إلى المتظاهرين في ساحة التحرير. ووسط حالة من الكر والفر، تحولت جسور بغداد الثلاثة الرئيسية وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم إلى نقاط احتجاج محورية وأماكن للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وإلى جنوب العاصمة، تواصل إغلاق الدوائر الحكومية والمدارس بالكامل في مدن الناصرية والكوت والحلة والنجف والديوانية. وعلى الجانب السياسي، تبدو الأمور مجمدة حتى الساعة، خصوصا مع إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحلول المطروحة حتى الآن لا تفي بالغرض، خصوصا مسألة إجراء انتخابات نيابية مبكرة. والواضح حتى الآن أن عبد المهدي ورئيس برهم صالح في حالة قطيعة الاعتبار الأول، أن حليفه قد تخلى عنه. وأكدت مصادر سياسية عدة أن إيران ليست راضية هي الأخرى عن دور صالح في الأزمة الحالية بعدما تخلى عمن أوصله إلى الرئاسة. ولفت العديد من المسؤولين إلى أن عبد المهدي نفسه أصبح محاصرا ومعزولا، وأن سلطاته بصنع القرار وفريق مستشاريه بات خاضعا لضغوط متزايدة من قبل إيران. وتركز غضب المتظاهرين خلال الأيام الماضية على إيران صاحبة النفوذ الواسع والدور الكبير في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف خالد عبد الإله، أستاذ العلوم السياسية من بغداد. سيد خالد، كيف تتابع تصاعد وتطور الأزمة في العراق حتى الآن، خصوصا مع استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا مشاهدي قناة أهلا بك. بدأ اليوم الحديث عن استخدام الذخيرة الحية. أنا أتوقع لحد هذه اللحظة هناك تعليمات صادرة من الصادر العراق المسلحة والمجلس الأمن الوطني يتحدث عن عدم إعطاء أي أوامر باستخدام الذخيرة الحية في إطار هذا الجانب. وبالتأكيد ما حدث في بداية التفاعلات في بداية شهر أكتوبر هو كان استخدام الذخيرة الحية، لكن في إطار هذه التظاهرات اليوم المستمرة بعد 25 أكتوبر هو استخدام الغازي بأسلوب تدريجي من ألف بضرارة المتظاهرين وأدى إلى إصابات واستشهاد في صفوف المتظاهرين، وتم تشكيل لجنة تحقيقية للبحث عن ماهية الأسباب والمسببات التي أدت إلى ارتفاع يعني عدد الشهداء. أرجع إلى سؤالك فيما يتعلق باليوم التظاهرات، ما زالت التظاهرات مستمرة، واليوم نتحدث عن ليلة الخميس على الجمعة، واحتمال أن تتحول هذه التظاهرات إلى تظاهرات كبيرة، لكن هذا لا يعني هناك أفق للحل السياسي. طالما اليوم نقابة المعلمين العراقية أعلنت عن إجراء الإضراب العام وأعلنت عن بدء الدوام يوم الأحد، هذا الإعلان نوع من الدليل على أن هناك اليوم من يحاول أن يخلص هذه الأزمة ويتحدث عن نوع من المطالبات ما بين المتظاهرين وما بين الحكومة وما بين القوى السياسية للوصول إلى الخروجات تؤمنني أن لا يكون هناك نتيجة قدام العراقي مرة ثانية. نعم، أشكرك سيد خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية متحدثا إلينا من بغداد. ونتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. حنان عاطف معها أخبار الاقتصاد، إليك حنان. شكرا لك هبة وأشكرك منى. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها. رئيس الوزراء يتابع سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم التجارة الخارجية. عقد
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم. أكد مدبولي خلال الاجتماع مساندة خطط تنمية الأسطول التجاري باعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتطوير شركات النقل البحري. تم خلال الاجتماع أيضا استعراض دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري الذي يبلغ إجمالي سفنه العاملة في رحلات دولية وساحلية 117 سفينة تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن. وقد ساهم الأسطول في نقل تجارة مصر الخارجية خلال عام 2018 بنحو 8%. ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 736 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 170 مليون جنيه. في إطار جهود الدولة للإسراع في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بالمحافظات، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظتي القاهرة والقليوبية للاستفادة المشتركة في مصنع السلام لمعالجة المخلفات الصلبة والدفن الصحي الآمن. كما تم التوقيع على عقد خدمات الدفن الصحي ونقل المرفوضات النهائية والمعالجة والتدوير بين محافظة القاهرة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة والشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات لإنشاء وإدارة مدفن العبور. بموجب البروتوكول سيقوم مصنع السلام بتدوير ما يقرب من 1000 طن يوميا بالقليوبية و 4000 طن يوميا بالقاهرة. ومشاهدينا كانت هذه وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل ما زالت مستمرة مع منى وهبة. إليكما. أشكرك حنان. توفي طالب في العشرين من عمره متأثرا بجروح أصيب بها خلال صدمات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة في بوليفيا. يأتي هذا فيما وصل لويس فرناندو كاماتشو أحد أبرز رموز المعارضة البوليفية في منطقة سانتا كروز إلى العاصمة لاباز لدفع الرئيس موراليس على توقيع خطاب الاستقالة. ويقود كاماتشو الذي يرأس منظمة لجنة سانتا كروز المحافظة الحركة الاحتجاجية هناك، ورغم أنه لم يكن مرشحا للاقتراع الرئاسي المثير للجدل. تحتفل ألمانيا وأوروبا بالذكرى 30 لسقوط جدار برلين في 9 نوفمبر الجاري. وأعدت ألمانيا برنامجا سياسيا مقتضبا لهذه الذكرى في حين تنظم سلسلة معارض وحفلات موسيقية في برلين على مدى أسبوع في الأماكن التي شهدت محطات الثورة السلمية عام 1989 وأدت إلى إسقاط الحائط. كما تم إعداد جولات سياحية تبدأ من نقطة التفتيش شارلي الشهيرة الفاصلة بين شطري مدينة برلين الشرقية والغربية، مرورا بجميع مزارات برلين الشرقية، وذلك داخل حافلة قديمة حيث يرى الركاب صورا تخيلية لمعالم المدينة إبان الحرب الباردة. وحان الآن موعد نشرتنا الرياضية. أخبار الرياضة أيضا مع حنان عاطف. إليك حنان. شكرا لك هبة ومنى من جديد، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الوقفة الرياضية وأبرز ما نتابع فيها. المنتخب الوطني الأول يخوض الليلة مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا استعدادا لتصفية أمم إفريقيا.